السلام عليكم، انا اسمي رشا انور، مديره مركز ايرلين مصر. انا الحقيقه سعيده جدا ان انا اشتركت النهارده في فعاليات هيلث تيل او حكايه صحه. دي اول مره بالنسبه لي اشارك في حاجه كبيره وشيقه زي كده في اسكندريه، وانا سعيده جدا ان كان فيها مناقشات من دكاتره كتير، اطباء اطفال واطباء في تخصصات مختلفه في الاطفال، لان انا شايفه ان التوعيه مهمه جدا للامهات، عشان تربية الأطفال دي أمانة مش كفاية قوي فيها الفطرة. المجتمع اتغير والتحديات اللي عند الأطفال اتغيرت، وبالتالي كل أم لازم يتوفر لها وعي كفاية، ولازم تثقف نفسها، ولازم تحضر فعاليات زي كده عشان تقدر تربي أطفالها بصورة أفضل، وبالتالي يعني ينمو الطفل بشكل أحسن، وفي نفس الوقت ينجح في دراسته بصورة أفضل، وقدرته على الإبداع بعد كده، وعلى التعلم، وعلى حب الحياة، وعلى كل حاجة. طبعا حالته الصحية والنفسية، كل الحاجات دي مهمة. فأنا الحقيقة سعيدة جدا باشتراكي النهاردة في اليوم بتاع حكاية صحة، وبشكر دكتور طارق عمر قوي على أنه هو دعاني للمشاركة، وأتمنى أن يكون في ليا فرص تانية كتير بعد كده عشان أتواصل مع الأمهات وأوصل لهم حاجة تفيدهم في التعامل مع أولادهم، ويفهموهم أكتر ويحلولهم مشكلهم بصورة أفضل. شكرا لكم جدا.